الطريقه اللي انا بتكلم عليها يا فندم لاستخراج احمد دي الاثر. انا 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 نفشت كلمتين اخرين حضرتك قلتهم، انا بحييك عليهم. اتفضل يا فندم، اشكرك. انا بحييك بامانه ان احنا اصبح عندنا هذا الحس القومي والحس الوطني والوعي بما تمتلك ايدينا. بحييك بالكلام اللي انت بتقوله وبتوجهه في الصميم، لان احنا امام مشهد غير علمي بالمرة. ولا يستحق ولا تستحق بعمقها التاريخي 7000 سنة من المعرفة التراكمية أن يكون هذا المشهد على أرضها عام 2007 مع القرن 21 وبداية الألف الثالث. في ظل التكنولوجيا وفي ظل الإنسان يهبط. دكتور عبد الفتاح حضرتك معانا؟ طيب دكتور عبد الفتاح هنرجع لحضرتك تاني، طيب لانه تليفون حضرتك معلش في مشكله، هنرجع تاني لحضرتك يا دكتور. دكتور ايمن عشماوي رئيس البعثه المصريه الالمانيه، مساء الخير يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. اتفضل يا دكتور. هل معاك يا فندم طريقه استخراج راس تمثال رمسيس او التمثال اللي استخرج في منطقة المطرية هي الطريقة العلمية الصحيحة؟ لأنه كان معانا الدكتور عبد الفتاح والخط قطع، إنها مش طريقة علمية في 2017 يا فندم، هل طريقة صحيحة ولا لا يا فندم؟ تمام. طب احنا نحدد، وعجبني تحديد حضرتك لكلمة رأس التمثال، لأن فعلا هي اللي حصل مش استخراج تمثال، استخراج رأس التمثال. الطريقة العلمية بتحكم عليك، قلت العلمية يبقى لازم نحكم العلم. احنا لما نستخرج التمثال هذه الكتلة مكسورة، برضو التمثال ما انكسرش، مكسورة مش في مكانها الطبيعي اسفل التمثال. وانت في الموقع بتضطر تاخد اكتر من 20 سؤال عشان تجاوب عليه. كان فرض علينا الوضع مع المياه الجوفية والعماير اللي حوالينا ان انا لازم احرك الكتلة ديت صغيرة اللي هي جزء من الراس علشان اخلي للتمثال الرئيسي عشان اشيله. طيب العلم بيقول ايه؟ المتاح عندك كان عندنا المعدة اللي هتنقل بتخلي في الارض. انت ما بتكلمش انسان خد قرار عشوائي سواء المصري او الالماني، ولو في وجود كمان زملاء كتير لو في اي اقتراح. اول نقطة بتحطها نبدأ نحكم العلم. هذه الكتلة وزنها كذا، المعدة الموجودة تقدر تشيلها ولا لا؟ تقدر تشيلها. المعدة الموجودة هتسبب أذى ولا لا؟ لقينا إن المعلقة اللي هي بتاع المعدة ديت مع عمالة فنية رائعة، عمال إفط المدربين من هنا يا فندم، مش عمالة من المنطقة، دول فنيين مع كل علماء الإثار الكبار. بدأنا لقينا إن الامثل في كتله زي دي، والظروف العلم بيقول يا اما هترفعها عمودي بكارينه بونش مربوطه ومرجحه في الهواء، يا اما هتيجي لقينا المعلقه هنا بتديني فرصه ان انا اقدر تعمل على شكل محتوى او وعاء مع 20 سنتي من الطينه اللزجه محيطه بها. رفعتها وحركتها، الهدف كان تحريكها 20 متر فوق علشان اخلي المكان تمهيدا لرفع التمثال. اذا انت ما تعملتش مع التمثال عشان فكرة اللي بيتكلم عن نقل التمثال او التعامل مع التمثال، انت حركت كتلة بتعيق العمل بتاعك. المعدة الموجودة متوفرة. مشكلة الناس ان قلق المعدة الكراكة او الالة الحفر ديت. انا بقول للناس وقلت في اماكن تانية كتير، احنا في الاثار بتتعامل مع ساعات بتستخدم يا استاذ احمد وانت بتحفر معدة دكتور اسنان، ساعات لما احنا جبناها في حفايرنا اللي قال برضو ان احنا بتعامل باسلوب مش لائق في بعض المناطق. انا بنتعامل لما بالشاليمو الشفاط بتاع علبة العصير لانك بتنفخ هواء. هل انت تيجي تقول لي لا ده دكتور اسنان معدته زي بيستخدمها في الاثار، ده شفاط بيستخدم في كذا؟ المعدة المتاحة اذا حققت لك هدفك ونتيجتك بنسبة 100% امان ونسبة 100% تحقيق للنجاح، هل هنا المشكلة في المعدة؟ العلم بيقول مش هتتشال الا بكارينا او بهذه المعدة واللي حققت الغلط. يعني ما كانش عندكم يا دكتور اي وسيلة اخرى غير اللي هي حصلت ديت؟ العلم بيقول حاجتين يا استاذ احمد. هترفعها بونش وهترفعها بالمعدة دي. اي انسان
مهندس وعشان نتكلم بلاش اثري، عشان مهندس كده في هندسه وقول له عندك كتله 2 طن تحت مستوى الميه، او لما اخذ العربيه حد وقعت في رشاء هترفعها زي يقول لك الف ب، علمه ان لازم هتترفع برفعه. طبيعه الرفع حاجتين، عندك المعده دي موجوده او انك تجيب ونش بعد يومين او ثلاثة اذا توافر عشان تحل مشكلتك الحالية. استنى ثلاثة ايام او نفس الهدف هيتحقق بالمعدة التانية. قل لي العلم يقول ايه، انا راضي حكمك انت. طيب خلي حضرتك معايا، انا مش خبير وبالتالي ما احبش اتكلم في حاجة ما اعرفهاش. دكتور عبد الفتاح، انا هتحفظ على ردك، انا اسمع الدكتور عبد الفتاح. دكتور عبد الفتاح.